دايرين والو والو، غادي ديري هاد السبراي ومنين نشف غادي ديري هاد الحاجه، غادي ديري الواقي الشمسي الخاص بنوع بشرتك، ماشي الخاص بنوع بشره خالتك ولا جارتك ولا امك. تسمعي هضره الناس بلا 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 بلا، ما بغيناهاش. واخا اختي واخا لالا. كوكو مبال، جيسبر كو زالي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب. قبل ما ابتدي الفيديو حابه اعزي اهلي في المغرب على ضحايا الزلزال والمصابين، بقول لهم ربنا يشفيكم ويشفي ضحايا الحريق اللي حصل في بجايه مؤخرا. الحمد لله انه ما حصلتش فيه حاجه كبيره، ورب بقول يا ربنا يستر لغايه كده. طبعا بعزي ضحايا ليبيا الحبيبه، بطلب من ربنا يشفي المصابين، ويا ربنا يعدي الايام دي على خير. صراحه احنا مش قادرين نشوف اكتر من كده. ربنا يسترها معانا وعلى ولادنا وعلى عائلتنا، ويسترها معانا احنا اللي عايشين في الغربه اللي بعاد، وبيبقى قلقانين على حبايبنا وعائلتنا وعلى ارضنا وعلى وطننا. الحمد لله على كل شيء. الفيديو ده مهم جدا، كنت استنيته كتير، لكن انا اسفه صراحه كنت بعدي من فتره اكتئاب مع اللي حصل ده مؤخرا، مصيبه ورا مصيبه ورا مصيبه. كنت عملت سونداج على القناه على اساس ان احنا نتكلم على مشكله البشره او حاجز البشره المتدمر، لكن ما حصلش نصيب. 80% صوتوا على ان نتكلم على الموضوع ده، و 40% على الهبات السخنه. يبقى ان شاء الله الفيديو القادم على الهبات السخنه. للي مش عارفني، انا ليلى خبيره تجميل وبشره. نكمل الفيديو مع بعض، والفيديو ده مهم، اتمنى انكم تخلوكم معايا للاخر. والجداد في القناه بقول لهم اهلا وسهلا فيكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والقدام حبايبي بقول لهم اهلا وسهلا فيكم، ويلا نشوف الفيديو مع بعض من بعد الانترو على طول. هو تدمر حاجز البشرة، ولما حاجز البشرة بيتدمر بيبقى صعب ترميم. والمشكلة مش في الترميم، ترميم ممكن يكون سهل، لكن ناس كتير ما بيعرفوش المنتجات الصحيحة لترميم البشرة. فبالتالي السيدة لما حاجز بشرتها بيتدمر، بشرتها بتتحرق وبتبقى حساسة، وحاجز البشرة لما بيتدمر ممكن يجيلك تصبغات، ولما بتطلعي الشمس التصبغات دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى على شكل كلف. كمان من غير الكلف ممكن يجيلك الشعيرات الحمراء، وبشرتك تبقى على طول حمراء وفيها حكة وناشفة، ومشرتهم بتبقى حساسة لدرجة انه حتى المية بتوجعهم. هو ده حاجز البشرة المتدمر، واللي بيبقى سببه، احنا مش بنتكلم على البشرة الحساسة، الحساسة دي بشرة حساسة، مش الحاجز بتاعها اللي متدمر، هي طبيعتها حساسة. احنا بنتكلم على الناس اللي هم استعملوا منتجات بطريقة غلط، استعملوا منتجات اصلا هم ما ينفعش نوع بشرتهم يستعملوها، فبالتالي هم بايديهم دمروا حاجز بشرتهم. هم دول الناس اللي انا بتكلم معاهم دلوقتي، واللي هم بقوا كتار دلوقتي فوق 80% للاسف، لان من كتر المنتجات الموجوده في السوق واللي على السوشيال ميديا واللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها وعاوزين نجربها، وللاسف سيدات كتير بيجربوا كده على العمياني يحصل، او فعلا المنتج بيكون كويس لكن طريقة الاستعمال غلط، زي ما حصل في الريتينول او زي ما حصل مع سيروم العرق السوس اللي هو عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا عملت عليه فيديو. هو اساسا لما عملت عليه بحث لقيت ان هو اساسا مش معمول للبشرة، هو كومبليمون اليمونتير، مكمل غذائي للشرب. سعراته كانت عالية جدا، عشان كده لما نستعملوه على البشرة اتحرقت.
ده دليل على ان الناس ما راحوش على المنتج ودخلوا وشافوا النشره الطبيه بتاعته وعرفوا هو مصنوع لايه او معمول لايه. الريتينول ايضا من المنتجات اللي هي كويسه جدا للبشره، وبتجدد خلايا البشره، بتعالج تصبغات، بتشد البشره، صراحه كويس جدا. لكن لو استعملتيه غلط هيحسس لك البشره ويدمر لك حاجز البشره وهيدمره لمده طويله قوي. وعلى فكره الناس اللي بتقول لي ما شفناش نتيجه من ريتينول بتبان بعد 6 شهور، وانا ان شاء الله هعمل فيديو خاص على المنتجات اللي بتبان على قد ايه. نرجع لموضوعنا، انت دلوقتي لو حسيتي ان بشرتك خلاص فيها هيجان، فيها حكه، بقت ناشفه، بقت تتقشر، طلع ممكن حتى دم، بتوجعك طول سخنه، ده دليل انه حاجز بشرتك خلاص الله يرحمه. انت كده بتعملي ايه؟ بتوقفي كل المنتجات اللي عندك، وقفيها، ما تشتريها، وقفيها، وابتدي حطي كمادات، او من الاحسن يكون تلج كده، تجيبي صحن نحطي فيه تلج كتير وميه، وخلي بشرتك يعني تبرديها تبرديها، وهتروحي للصيدليه وتقولي له اديني منتجات بتحتوي على البانتينول او على السيراميد. طبعا المنتجات دي انا جايباها لك، هوري لك دلوقتي منتجين تجيبيهم موجودين في كل دول العالم، ولما لقيتيش هتلاقيهم على الانترنت اونلاين. اوكي، البانتينول ده تركيبه اللي هو بما يسمى البروفيتامين بي 5. الفيتامين بي 5 بانتينول ده بيدخل في صناعه كل المستحضرات الخاصه للبشره الحساسه، او مستحضرات شامبوانات او الكريمات للشعر اللي هو بتكون فيه الحكه، الاكزيما، حتى للاطفال البانتينول. يعني البانتينول تركيبته دي مهمه جدا في المنتجات دي، مش المنتجات اللي انا هوريها لكم النهارده. يعني اي منتج تشوفيه ما فيه البانتينول بنسبه 0.5 حلوه قوي، مش عاوزين اكتر، ده حلو قوي لبشرتك. البانتينول بيعمل ايه؟ هو مرطب قوي للبشره، بيعمل حاجز على البشره، المغيخ على البشره، ما بيخليش سواء كان الطقس او المنتجات بتاعتك اللي انت بتستعمليها كل يوم دي تضرر لك بشرتك. هو بيعمل حاجز للحاجات اللي ممكن تحصل لبشرتك. انا مثلا الفيتامين بي 5 بستعمله مرتين في الاسبوع، بوقف كل المنتجات اللي انا بستعملها وبستعمله عشان يساعد بشرتي ان المنتجات اللي انا بحطها كل الاسبوع ما اثرش عليها. اوكي، فده دوره ان هو معالج مرطب وبيجدد خلايا البشره بتاعتك وبيهدي البشره الملتهبه وزي ما قلنا الحكه، وحلو قوي للحكه بتاعه الراس. انا على طول هنا بتجيني حكه كده، حبات بتاع بقعد احك، فبجيب السبراي بتاعي وبرشه، وممكن ارشه على شعري كله. حلو على فكره بعد ما تغسلي شعرك وترشيه، يعني خليه ينشف كويس وبعد كده رشي انتي لمعان لشعرك، ونفس الوقت يوقف كل مشاكل الحكه بتاعتك، لان هو اساسا يدمر الجراثيم اللي بتكون في جلده الشعر. المشكل ده انا عايزه اقول لكم عليه كمان كده بسرعه لغايه ما نتكلم عليه في فيديو تاني، بلاش تغسلي بشر شعرك وتروحي تنامي بيه مبلول، انت كده بتخلي بشر شعرك ده معرض لكميه من الجراثيم ما اقولكيش. الشعر لما تغسلي بالليل نشفي شعرك، انا قلت لكش اعملي سشوار، لكن نشفيه من جوه كده عشان ما تخليش الجيلاتين تعيش فيه، وده اللي بيخلي عندك مشكل الحكه. فالبانتينول ده هو مرمم خطير لحاجز البشره، السيراميد كمان مرمم خطير للبشره. فتعالوا اقول لكم بقى هتعملوا ايه. خلاص حاجز بشرتك اتدمر، ويا لهوي ويا مش عارف ايه، وعتقوني بالمغربي وكواكع بضلع. ستوب، هقول لك شنو تعملي. اوكي، قلنا هنرمي كل المنتجات، هنجيب السيروم ده من لاغوش بوزي معمول من البروفيتامين 0.5 اسمه سيكابلاست بي 5، وهنجيب باريير ديرم من سيرابي، الاثنين حلوين، الاثنين نفس الشغل. هترشي ده الصبح وبالليل، يعني هتغسلي بشرتك. وعلى فكره في الغسول بتاعه هو ده، انا ما عنديش دلوقتي، شوفوا هو ده الصوره بتاعته.
هتجيبوا كمان لو حابين الباكج يبقى يعني كله على بعضه كده ونسرع فيه شفاء البشره، هنجيب الثلاثه دول. هتغسلي بشرتك بالجل ده اللي هو ممكن تستعمليه حتى لشعرك على فكره، وممكن تستعمليه لاطفالك لان هو كمان معمول من كوفيتامين بي 5، هو كمان ليه نفس الفعاليه اللي في السبراي. فهتغسلي بشرتك وتنشفيها، وبعد كده هترشي السبراي ده مش على عينيكي، هترشي السبراي في الاماكن اللي انت عندك فيهم المشكل، تخليه ينشف على راحته. وبعدين هنجيب البغيغ دام بتاعنا من سيرافي او اي كريم موجود في الصيدليه فيه لاسيراميد، ونحطه بعديه نخلي بشرتنا ترتاح. لو انت خارجه يبقى حطي واقي الشمسي فقط. بصوا واكله منها يعني، ده انا بستعملها دايما. ليه بقى؟ حتى لو بشرتك ما عندهاش مشكل، الروتين الصحيح للبشره انك تستعملي روتينك العجيب ده مده 5 ايام في الاسبوع ويومين او 3 ايام في الاسبوع، تريحي ام بشرتك دي. ريحيها يا ماما، ما تستعمليش اي حاجه، اغسلي بشرتك بالميه فقط، ما تعمليش اي مرطب، خلق وربنا غير المرطب ده. اوكي، مرطب خالي من الكحول ما فيهوش اي مشاكل، ده انا بتكلم على النهار. في كل المصايب اللي انت بتعمليها دي وتركينيها على جنب. اوكي، وسادس يوم وسابع يوم في الاسبوع هتستعملي الحلوين دول فقط، هتغسلي بشرتك بالميه فقط. ولو عندك مشكل قلنا هتغسلي بالجل، ركزوا معايا، ما عندكش مشكل هتغسلي بالميه فقط، مش عاوزين والو والو. غادي تديري هاد السبراي ومني نشف غادي تديري هاد الكريم. اوكي، وفقط. ولو انت خارجه غادي تديري الواقي الشمسي الخاص بنوع بشرتك، ماشي الخاص بنوع بشرة خالتك ولا جارتك ولا امك. اوكي، احنا كنا تكلمنا في هذا الموضوع، ما نعيدش تاني وتالت، دبحتوني. اللي مريضة واللي مش مريضة ستوب الروتين، ستوب الروتين اليومي 5 ايام في الاسبوع. انا والله روتين اليومي بعمله 4 ايام في الاسبوع، يومين بهادو والتالت بسيروم طبيعي جدا مصنوع من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزعفران، زيت اللوز، زيت الكوكو، اي زيت عندي. ما عندوش امكانية انه يشتري الحاجات دي، انا ان شاء الله باذن الله هنشارك معاكم سيروم طبيعي هيعالج لكم البشرة من التحسس وكل الحاجات دي، وهيرمم بحاجز البشرة ويعالجها طبيعيا ان شاء الله. السيروم ده هيكون مكون من 2 زيوت فقط، جوج ديال الزيوت ماشي اكتر. يتمنى انه الدرس حفظته، مش عاوزه اقول تاني. بشرتك اتدمرت ستوب، لازم نعالجها وبسرعه ونوقف كل المنتجات، ومفيش احسن من السيراميد والبانتينول فقط. وبلاش تسمعي هضره الناس بلا 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 بلا، ما بغيناهاش. واخا اختي واخا لالا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. ولو انتم جداد في القناه اهلا وسهلا فيكم، وما تنسيش تشتركي في القناة وتدوسي على ده حلو ده، ايوه، يوصلك كل الجديد احلى واجمل مع العيال. باي.